السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل السيدات وكل الأنسات، كل الأمهات وكل البنات، كل الجدات وكل الحفيدات، يا كل الأخوات، لكم مني أرق وأطيب التحيات. في الميعاد ده بالذات زي ما تعودنا ولله الحمد والمنة منذ سنوات، يتكرر معكم اللقاء لنتلقى منكم الاتصالات ونجيب على كل التساؤلات، وبإذن الله تعالى نحل كل المشكلات. نقدم الجديد والمفيد والسعيد في مجال علم أمراض النساء والتوليد لكل من ترى في حدوث حمل جديد، ولكل من تنتظر حدث سعيد، ولكل من رزقت بمولود جديد. هنا هتلاقي نصيحة مخلصة وعلمية ومفيدة، ووعد إن ده أكيد. في انتظار اتصالاتكم وتساؤلاتكم وتليفوناتكم على أرقام البرنامج التي يتكرر ظهورها عبر الشاشة. يمكنكم التواصل عبر رسائل SMS أو عبر صفحة البرنامج على الفيسبوك. كالعادة هنستكمل الحديث حول مخزون المبيض من البويضات عندما تصبح المادة الفلمية اللي هنا مجهزها من أكتر من أسابيع جاهزة، والكنترول بيحاول كالعادة أنه يلتقطها قبل الحلقة بدقائق، فتفشل هذه المحاولات. فإن شاء الله بإذن الله نحاول نعرضها لحضراتكم في موعدها، لأن مش كل الناس بتقدر الجهد والتعب اللي مبذول علشان تطلع المواد دي في معادها، ولأن طبعا دي شخصية وطباع لن تتغير. لكن إن شاء الله نقدر نستكمل الحديث مع حضراتكم، وكل عام وحضراتكم بخير. ده تقريبا العام 13 اللي بنلتقي فيه من خلال نفس الشاشة وتحت نفس الاسم وفي نفس الموعد. إن شاء الله ربنا يديمه. وهذا البرنامج الطبي اللي اتعرض منه ما يزيد عن 500 حلقة، وأنا يعني تماما أعي ما أقول، كان مستمر لهذه الأعوام الطويلة بفضل تواصل حضراتكم واستجابة حضراتكم وتواصلكم معنا اللي بيسعدنا، واللي زي ما بقول إن أحيانا بتبقى في اتصالات بنستفيد منها ونستفيد بها. إن شاء الله ربنا يرزقنا الإخلاص في القول والعمل، ويوفقنا في أننا ندي معلومة طبية صحيحة، ونظل عند حسن ظن حضراتكم وتواصلكم مع البرنامج. وربنا يزيح العقبات التي نقابلها كل أسبوع عشان نخرج على الهواء في الميعاد بتاعنا وبالشكل اللائق، اللي لو في أي تقصير فهو بالتأكيد مش مني للأسف الشديد. معانا اتصال تليفوني. السلام عليكم. وعليكم السلام. أهلا بحضرتك. كل سنة وانت طيب. وحضرتك بالصحة والسلام. الشبكة عندها هي ماشي. طيب، فهم في الكنترول بيقولوا نكمل. نكمل في ايه بقى؟ لا انا كنت حضرتك، ان انا كنت بس ايه بحترم من شخصيتك وعلمك، وربنا يزيدك تاني تاني يا رب. وانا بحترم يعني بحضر البرنامج ده، وانا كنت قبل ما اتجوز يعني، وحاليا دلوقتي متجوزة، وبسمع حضرتك وبتفيدنا من كمية المعلومات الجميلة دي، وربنا يزيدك تاني يا رب. وحبيت ان انا اشكرك في الهوا بس يعني. انا متشكر لحضرتك جدا، متشكر لحضرتك جدا جدا جدا. انت عمرك كم سنة دلوقتي؟ متشكر لحضرتك جدا. كل سنة وحضرتك طيبة. ربنا يديم حلقات البرنامج ويديم علينا الصحة والعمر، ويديم تواصل حضراتكم معنا، ونستطيع أن نوصل الرسالة اللي بنحاول نوصلها رغما عن المعوقات الشديدة الكثيرة الأسبوعية المتكررة. يعني ياريت حضراتكم وانتوا بتنتظروا البرنامج يبقى في ناس كمان بتنتظر موعد البرنامج ده وبتعمل استعداداتها له. معانا اتصال تليفوني اخر. السلام عليكم يا دكتور. وعليكم السلام. كل سنه حضرتك وانت بالصحه وبكل سلامه. الله يخليك. دلوقتي يا دكتور انا مريضه تكيسات بقالي 8 سنين، وعملت منظار ربنا كرمني بسجده.
كويس ربنا يخليك. وبعدين الدورة ما جاتش بعد الولادة في 8 شهر في الشهر التاسع كده، ودلوقتي هي جات لي شهر والشهر ده مستنيها بقالها 15 يوم ما جاتش. فهل ده وحضرتك مثلا مش ما زلتي بترضعي؟ برضع. طيب اولا اي اختلال في الدورة اثناء الرضاعة يعزل الرضاعة، طبعا في حالة حضرتك في أسباب أخرى تأخر الدورة، منها أن حضرتك مريضة تكيسات من درجة شديدة لم تستجب للعلاج ولم يحدث حمل إلا عند عمل منظار. طيب هنا في كام سؤال كده بيطرح نفسه عشان نبقى بنجاوب الأسئلة اللي كتير من الناس بيخطئوا في تصورها. السؤال الأولاني، هو أنا مش خفيت من التكيسات؟ الإجابة لأ. السؤال الثاني، هم مش المنظار اللي انتوا عملتوه ده شلتوا التكيسات؟ الإجابة لأ. تكيس المبايض خلل هرموني واحنا ما بنعملش عمليه في الهرمونات، وبالتالي نحن لا نعالج هذا المرض من خلال المنظار. تمام، تكيس المبايض خلل هرموني وهو مرض مزمن، كلمه مرض مزمن يعني سيرافق السيده دي عمرها كله، هتفضل طول عمرها عندها تكيس مبايض، وحتى اثاره اللي انتم ما تعرفوش ومش متخيلين ممتده لبعد انقطاع الطمس وانقطاع الدوره بتاعتها، اثاره السلبيه. طيب ليبقى ده مرض مزمن لن يشفى. كويس، الدرجات الشديدة في وبالمنظار ما شالش تكيسات، مفيش حاجة اسمها بنشيل تكيسات ولا بننهي تكيسات ولا بنسيح الدهون ولا الكلام ده كله. المنظار هو عبارة عن استفزاز للمبيض، حث للمبيض، تهيج له علشان يستجيب لأدوية التنشيط، لأن مريضات التكيسات اللي من درجة شديدة المبيض لا يشعر بأدوية التنشيط وما بيستجيبش ليه، حتى إذا قيل لها على مدى سنوات عكس ذلك كذبا، أو تطلع بويضات وما تخرجش. فالمنظار بيحل النقطة دي. يبقى احنا عندنا في تكيس المبايض مشكلتين، مشكلة ان في خلل هرموني مرتبط بخلل في عملية التمثيل الغذائي والوزن والعادات الغذائية والاستعداد الوراثي للسكر، كل ده ما بيعالجوش المنظار. المشكلة التانية ان في ضعف في استجابة المبيض لأدوية التنشيط، هي دي النقطة اللي بيعالجها المنظار. عشان كده عمل المنظار وحده دون ضبط هذا الخلل الهرموني ما بيحسنش أي شيء، لأنك لازم تحسن البيئة الهرمونية الأول وبعدين تتعامل مع الخطوة رقم 2. فبما أني عملت منظار، أنا مريض التكيس من درجة شديدة وهذا لن يشفى ولن ينتهي العمر كله وسيستمر. نيجي للسؤال الثالث اللي بنتسأله، طيب أنا شفت الويل ولفيت ودرت وسنين على ما حصل حمل وعملت منظار فحصل بعده حمل، هل ده معناه أن كل مرة هعمل هحتاج ان انا هحمل هعمل منظار وهلف اللف ده؟ الاجابة واضحة وصريحة، حوالي 50% من مريضات تكيس المبايض اللي من درجة جديدة وازيد شوية، يؤزد شوية من 50%، هيحتاجوا انهم يكرروا نفس المعاملات ويحتاجوا لتكرار المنظار نفسه في كل مرة هيحاولوا يحملوا بيه. تمام، انا عندي مريضات حملوا 3-4 مرات كل مرة ما بيحملوش الا بمنظار. حلو جدا. طيب السؤال اللي بعده، وفي 50% أو أقل شوية عمل منظار مرة واحدة وحدوث حمل وولادة ورضاعة مع المحافظة على الوزن والنظام الغذائي بيحل المشكلة، لأنه بيقلل درجة تكيسات من تكيسات من درجة جديدة، هتفضل الست دي مريضة تكيسات بس هتبقى من درجة بسيطة أو متوسطة فاستجابتها للعلاج تبقى أحسن. وبالتالي ليس بالضرورة أن كل ما نحتاج لعمل منظار ستحتاج لتكراره، لكن نسبة ونسبة ليست بالقليلة قد تحتاج لتكراره. طيب وبما ان التكيسات موجوده وبما انها من درجه شديده، وارد ان الاعراض بتاعتها تفضل موجوده اللي هي لخبطه الدوره، فالست دي دلوقتي بترضع فبتقول ان انا نتيجه للرضاعه كنت قابله تماما ان الدوره ما بتنزلش، ولان الدوره ما بتنزلش لان انا برضع فشفت ان ده بسبب الرضاعه الدوره بقى ابتدت تنزل. طيب هل معنى انها هتنزل منتظمه؟ لا، ليس بالضروره، في ست طبيعيه تماما وما عندهاش اي خلل وما عندهاش اي تكيسات طول انها بترضع. كل اختلال في الدورة وارد أن يعزل الرضاعة، بمعنى أنها ما تجيش خالص طوال فترة الرضاعة، أو تيجي بانتظام شديد، أو تيجي مرة وتقطع شهرين، أو تيجي شهرين وتقطع 3 أشهر. كل التباديل والتوافيق اللي تقولوها واردة الحدوث مع السيدات، أو تيجي كل 15 يوم أو تيجي بنزيف، كل ده وارد مع السيدات المرضعات وبسبب الرضاعة وبسبب التغيرات اللي يحدثها تغير هرمون اللبن في الدم. طيب نيجي بقى للنقطة التانية، الست دي عندها مشكلة أخرى إنها مريضة تكيس، هو ده قد يكون السبب في إن الدورة متأخرة. هنعمل إيه؟ المفترض إنها تنصح بإنها تحافظ على وزنها وبنظام غذائي وتبتدي تاخد أدوية لضبط درجة التكيسات عدى 6 شهور بعد الولادة، وقد تنتظم الدورة وقد لا تنتظم. لما تنتهي الرضاعة ويبقى العامل بتاع الرضاعة
انتهى، ساعتها نقيم الموقف، الدورة هتنزل ولا لا. نزلت يبقى الرضاعة هي اللي كانت معوقاها، ما نزلتش يبقى تكيس المبايض من درجة شديدة ومؤثر، وساعتها ستحتاج إلى عمل ضبط وتحاليل للهرمونات لبيان درجة التكيس، وبالتالي التعامل بناء على المعطيات الحديثة اللي موجودة. ده يعني إيه اختصار القول كده، وإن شاء الله ربنا يجيب كل خير يعني. لا أنا منتظركم الحقيقة. I hope so but I don't think so. أرجو هذا وأتمناه ولكني لا أعتقد. وبالتالي مريضات تكيس المبايض لازم يعرفوا هذه الحقائق. ده مرض مزمن، مش هيشفى، مش هينتهي، مش هيختفي، سيستمر العمر كله. تأثيراته السلبية مش بس على دورة وانتظامها، على حمل وحدوثه، على الحمل واكتماله، على الحمل ومشاكل أثناء الحمل، لكن له آثار سلبية مستقبلية قد تكون على صحة السيدة بعد كده، والإصابة بداء السكري، والإصابة بارتفاع ضغط الدم، والإصابة بارتفاع الدهون الثلاثية والكوليسترول وتصلب الشرايين والأمراض القلبية والأزمات القلبية، واحتمالية الإصابة بسرطانات جسم الرحم. كل دي آثار سلبية ممتدة لمرض يبدو المسمى بسيط، وأكثر من 100 سنة أو قرب 100 سنة منذ اكتشافه وتسميته 1932 شتاين وليفنسال، وحتى هذه اللحظة لا يوجد حل جذري ونهائي وينهي هذا المرض. معنا اتصال تليفوني آخر. ألو. أيوة يا فندم. دكتور عادل. أيوة. بقول لحضرتك أنا كنت عاملة منظار الشهر اللي فات، منظار بطن جراحي يعني رحمي. لا حضرتك دول الاثنين حضرتك كعادة المصريات، بصي قلتي ايه؟ عاملة منظار الشهر اللي فات، منظار بطن جراحي رحمي. المنظار البطن حاجة ومنظار الرحمي حاجة. كل المريضات تقوم رايحة العيادة وتروح المستشفى وتيجي تتكلم تقول أنا عملت منظار، اللي هو بتعملوه على الرحم ده اللي هو منظار رحمي. المنظار الرحمي ده حاجة ومنظار البطن حاجة. منظار الرحمي ده منظار من المهبل إلى داخل تجويف الرحم، ولا يرى أي شيء إلا تجويف الرحم. ومنظار البطن ده يدخل من السرة ويرى تجويف البطن والحوض والجزء الخارجي من الرحم. هو ده. يا فندم بيبقى اسمه ايه بقى؟ اسمه ايه؟ عملت منظار ايه؟ منظار بطن. بطن، يبقى عملت منظار بطن. وبرضو بعض السيدات عندنا بتقول لنا كده عملت منظار بطنة، تمام؟ كلمة بطنة في الطب هي الخفي الغير ظاهر. لما نقول لحد يقول لك عندي تعب في الاعصاب نقول له روح لدكتور باطنه، يقول لك بس بطني ما بتوجعنيش يا دكتور. لا، دكتور الباطنه اللي هي الامراض الباطنه، الامراض الخفيه، فما اسموش منظار باطنه، اسمه منظار بطن، والبطن وما حوت هو التجويف اللي فيه الامعاء وخلافه. اتفضلي، عملتي منظار بطن من شهر؟ لان انا من 4 سنين كنت شايله انبوبه اليمين كان فيها حمل خارج الرحم. تمام، حضرتك حصل لك حمل خارج الرحم قبل كده، تأخروا في تشخيصه، حصل انفجار في الأنبوبة، حصل نزيف داخلي، الحالة كانت مش مستقرة، وفتحوا بطني، وده أسوأ الاختيارات في الحمل خارج الرحم، وشالوا الأنبوبة. أي حد هيفتحوا بطنه هيشيل الأنبوبة، وبالتالي نتيجة للحمل خارج الرحم وللدم اللي فضل في الحوض، ولأن الحمل خارج الرحم ما بيحصلش إلا في التهابات في الأنابيب، ولأنهم فتحوا بطني حصل التصاقات في الحوض، فدي عوقتني. فحد قال لي ان لا يمكن اننا نشوف ولا نتعامل مع ده الا بمنظار، صح؟ ايوه صح. تمام، يبقى انا بقى بعد المنظار. ايوه، قال لي ان الالتصاقات داخله على الامعاء وما ينفعش ان هي تتسلك وكده. كويس قوي، وده متوقع، متوقع. واحده عندها التصاقات منع الحمل 4 سنين، تمام؟ ايوه. وحضرتك المشكله الرئيسيه في مين؟ المشكله الرئيسيه في مين؟ في ان انا لما حصل لي حمل خارج الرحم ما اكتشفوهوش بدري، ولما اكتشفوه ما قالوليش روحي وادفعي فلوس اكتر وسافري بره بلدكم لحد يعمل لك عمليه الحمل خارج الرحم بالمنظار، فيشيل الحمل ويحافظ على الانبوبه غالبا، ويحافظ عليها تعمل بدون مشاكل وبدون التصاقات. لكن قاموا فاتحين بطني وقالوا لي انه كده بينقذوني، واحنا شلنا الانبوبه، وبالتالي خسرت انبوبه وحصل التصاقات لان فتح البطن خراب.
تمام؟ فده بقى الحاله اللي حضرتك فيه دلوقتي. دلوقتي الحوض بتاع حضرتك ده اللي دخل بالمنظار خرج قال لك انا ما عرفتش اعمل حاجه، الالتصاقات شديده فوق طاقه المنظار انه يسلكها. تمام؟ هو كان في حاجز رحمي بس هو قال لي ان هو اشتال بس. نعم يا فندم؟ في عندي حاجز رحمي. طب يا فندم ده يعني ده لا علاقة له بأي شيء يعني ما علينا، بس ده يفضل انه يتشال في حالة حضرتك لأن أنا غالبا هلجأ للحقن المجهري، والحالات اللي عندها حاجز رحمي، الحاجز الرحمي لا يمنع حمل، لكن إذا كنا هنعمل حقن مجهري يجب يتشال، فهو اتشال لحضرتك ويبقى حضرتك عملتي منظار بطن جراحي ومنظار رحمي الاثنين في وان سيتنج في قاعدة واحدة في عملية واحدة. حتى يعني لازم عارفين اسم العملية اللي عملتها وعملتها ليه. طيب حضرتك بتسأليني عن ايه؟ بس انا عايز اسألك سؤال كده، في سي دي يثبت هذا الكلام للمنظار؟ في فيديو للعملية؟ في سي دي للعملية وفي تقرير. تمام، حضرتك بقى سؤالك عن ايه؟ هو الدكتور انا سؤالي بس يعني ان الالتصاقات دي ما تنفعش بالتخفيف يعني او بالرجيم، ما لهاش حل يعني غير العملية يعني؟ لا يا فندم الالتصاقات ما لهاش علاقة بالرجيم. هو حضرتك يعني فاهمة يعني ايه كلمة التصاقات؟ يعني المرض اللي انت بتعاني منه ده قعدت مع الدكتور قلت له يعني ايه التصاقات؟ ولا اصل السؤال اللي حضرتك ده يدل انك ما تعرفيش يعني ايه التصاقات خالص. انت فاهمه يعني ايه كلمه التصاقات؟ قال لي كده بعد العمليه، فانا لسه ما رحتلوش تاني. طيب حضرتك مش قالوا لك هنعمل عمليه عشان احتمال كبير يبقى فيه التصاقات؟ فقلت لهم ايوه اتفضلوا بطني هيعملوا لي منظار. ما سالتيش هو يعني ايه التصاقات اللي انتوا بتقولوها دي؟ لا ما سالتيش. ده شيء جميل. طيب بص بقى يا فندم، هو انا ايدي دي بالمناسبه ايدي زي الانبوبه بالظبط جنب جسمي، وجسمي زي الرحم دي، في العلاقه بينهم زي كده بالظبط، ايدي جنب جسمي بس ايدي بتقدر تتحرك مظبوط؟ ايوه، لان ايدي مش لازقه في جسمي. ها لو اتوجد حاجه خيطت الاتنين دول في بعض ايدي دي تقدر تتحرك؟ لا. اهو الالتصاقات نسيج جديد غريب لم يخلقه الله، اتوجد بين عضوين ما كانش بينهم هذه الانتيميت ريليشن، هذه العلاقه الحميميه جدا، ومسكوا العضوين دول في بعض فاصبحوا كانهم عضو واحد. اللي انا قلته ده بذمتك يعني هيدوب لما تخسي؟ لا طبعا. يبقى لازم نعمل ايه؟ نقصها، وليها نسبه ارتجاع عاليه جدا، نسبه ارتجاع خاصه ان الالتصاقات دي حضرتك كان المفروض تعملي منظار بعد ما اتأخرت من الحمل، بعد الحمل خارج الرحم بست اشهر سنه، حضرتك استنيتي اربع سنين، وفي اقوال كده ان الانتظار اكتر بيخلي الالتصاقات تمسك اكتر. ما انا طول الاربع سنين دول ما حدش قال لي، ما ده مش ذنبي الحقيقه يعني، انا بس بقول الصح. ما فيش اي علاج في الاربع سنين يعني، كنت موقفه لان كنت عارفه ان هو الحل بس المنظار وبعد كده الحقن، ما رتبت نفسي بس يعني. هو حضرتك انا كنت في سؤال كده كنت عايز اساله وتراجعت، هو سن حضرتك كام سنه؟ انا عندي 30 سنه. طب برضو مش احنا نعرف ان السن عامل سلبي ويؤخذ بعين الاعتبار؟ انا على فكرة متجوزة ومعندي ولد عنده 9 سنين. وفندم كون انك متجوزة وعندك ولد ربنا يخليهولك، حضرتك بتفكري في حمل لاحق، يبقى السن حاجة تؤخذ بعين الاعتبار، ما بتفكريش يعني خلاص كده السن فيه عامل خطر يعني؟ عامل خطر حضرتك. هي صاحبتك اللي في سنك ولسه ما اتجوزتش لحد دلوقتي، امها وخالتها بيقعدوا يقولوا لها اتجوزي عشان تلحقي ايه؟ عشان تلحقي عشان ايه؟ تلحقي تخلفي. صوتك وطي ليه لما جينا نتكلم في الحق؟ عشان تلحقي تخلفي. لا مفيش ولا حاجه. طب ولما ولو سنها وصل 35 سنه؟ الفرصه بتقل طبعا. طب ما حضرتك عارفه اهو، بس حضرتك من دقيقه بالظبط، من دقيقه قلتي لي ايه ده، هو السن خطر؟ ايوه. هو اعلى خصوبه للسيدات متوقع انها تبقى امتى؟ يعني اعلى فرص للحمل من ال 40؟ اعلى فرص الحمل تحبل بسهوله عند سن كام؟ من ال 20 لل 45 ولا ال 35؟ لا 20 ل 45 ده فرص ست انها تحمل. هو حضرتك سمعتي كام انثى كده حملت عند سن 45 سنه؟ تعرفي كام واحده حملت عند سن 45 سنه؟ لا ما بيحصلش عند سن اخرها ال 30 ال 40 مثلا. تمام. اللي حضرتك ابتديتي تقوليه ده كلام مظبوط. أعلى خصوبة للسيدات متعارف عليها ما بين سن 19 ل 24 سنة، بعد سن 24 سنة بتبدأ خصوبة السيدات في الانخفاض، أنا بتكلم على الأفريج على المتوسط، في ستات خصوبتها أكتر وفي ستات خصوبتها أقل. الستات اللي متعارف كده بعد سن 24 سنة الخصوبة بتقل، بس بتقل بدرجة غير مؤثرة قوي، بدءا من سن 30 بتقل الخصوبة بدرجة مؤثرة،
بدءا من سن 35 بتقل الخصوبة بدرجة مؤثرة جدا جدا جدا، وكل 6 أشهر يبقوا بالسلب محسوبين على السيدة. أيوه تمام؟ هو طيب. أنا كنت عملت الـ FSH من حوالي 3 سنين. لا هو حضرتك يعني ده أنا معلش مع احترامي لحضرتك مش عايز أسمعه. حضرتك بتكلميني على الاف اس اتش من 3 سنين، بتعرضي لي حاله هرمونات حضرتك سنه 2016 2017. احنا مش في الوقت ده خالص. يعني كان مفترض ان حضرتك قبل ما تعملي المنظار اللي عملته، المنظار كان لازم قبله عينه الدم، لان انا كنت عايز اسال حضرتك سنك كام سنه، لان عايز اقول لحضرتك ان الالتهابات المزمنه في الحوض التي تؤدي الى التصاقات الحوض الشديده والتصاقات الانابيب والتي قد تصل لمرحله الفروزن بيلفيس اللي هي الحوض المتجمد، الوصف اللي بيتوصفه الطب لحاله حضرتك اللي بتقوليها دي بيقلل مخزون المبيض من البويضات. يعني يبقى الست سنها اللي في البطاقه اللي ماشيه بيه 30 سنه، بينما سنها الانجابي قدرتها على الانجاب بيبقى حوالي 35 37 40 سنة. طيب وإذا كنا مش مصدقين ممكن نبتدي نشوف الفيديو رقم 1 إذا كان جاهز، الفيديو اللي عنوانه كلمة فيميل، أرجو بس ما تلخبطوهمش. طيب الفيديو اللي اسمه فيميل اللي هو فيه شرح من غير صوت، وبس بعد إذن حضراتكم بعد إذن حضراتكم حد يخلي المونيتور هنا ان انا اشوفه عشان اشوف اللي بيتعرض للناس. اذا ما كانش معانا اتصالات هنشوف الفيديو. طيب اهو ثانيه واحده نوقف الصوره كده لو سمحتوا. العنوان عشان المدام اللي كانت بتتصل، العنوان اللي مكتوب فوق Fertility and Aging، علاقه الخصوبه بالسن. عظيم كويس، الفيديو مترجم فانا خلاص نمشيه. بعض الدراسات تؤكد كل الدول الأعراق. نمشي الفيديو بعد إذن حضراتكم. كلما تقدم السن في انخفاض في الخصوبة، وكلما تقدم العمر تقل فرص الحمل. عشان السيدة اللي بتقول لك ده هو السن خطر، وهذا يكون أكثر وضوحا بعد سن 35 سنة. أهو بعد سن 35 سنة نلاقي المؤشرات كلها بتنحدر. هم ليه في كذا خط كده؟ لأننا جايبين كذا عرق وكذا سن. من 20 ل 30 سنه فرص الستات انها تحمل 20% في الشهر. دايما الستات تقول لي انا ما حملتش ليه؟ ده انت قلت لي التبويض كويس. لما يبقى التبويض كويس يبقى فرصك في الحمل بين 20 ل 40%. كلما تقدم العمر يقل عدد وجوده البويضات بوضوح، وبالتالي تقل فرص السيدات في حدوث الحمل. يخلق الله السيدات بعدد محدد من البويضات 7 ل 8 مليون، بينما تولد ب 1 ل 2 مليون، 6 مليون بتفقدهم وهي جنين في رحم امها. عندما تصل إلى عمر الإنجاب قرب 20 سنة اللي بيتفضل فقط 300 ألف بويضة، لكن عند عمر 40 سنة اللي موجود من 300 ألف 30 ألف أو أقل، و 90% منهم سيئ الجودة وفرص حدوث الحمل منهم قليلة. وهذا يوضح التأثير السلبي للسن على الخصوبة، خاصة بعد عمر 35 سنة. على أقصى تقدير تنتج السيدات 400 بويضة في حياتها الإنجابية كلها، ولا يمكن استعادة البويضات أو إعادة تصنيعها أو تصنيع بويضات جديدة، ولا طريقة لزيادتها على الأقل. لا يمكن زيادة المخزون عندما يقل، وبالتالي السيدات عند تشخيصهن بقلة مخزون المبيض من البويضات لا يوجد علاج يزيده. وعندما تقل العدد يقل بالتأكيد الجودة، حيث تزيد نسبة وجود خلل جيني وكروموزومي في البويضات الموجودة، فتصبح البويضات سيئة النوع، فرص حدوث الحمل منها قليلة، احتمالية الإجهاض منها مرتفعة، احتمالية التشوهات منها مرتفعة. وهذا معروف عندما تحدث حمل للسيدات في سن 40 سنة أو أكثر، الفرص هنا بتبقى أقل والمشاكل أكثر، لأن ربنا سبحانه وتعالى اقتضت حكمته أن البويضات الأجود تخرج أولا. وعندما ننتظر لعمر متأخر فتكون البويضات الموجودة، إذا كانت موجودة بتبقى أسوأ. إذا كان عمر السيدة أقل من 35 سنة، مهمة الجملة دي، فتذهب للبحث عن الحمل بعد سنة من الزواج. إذا كان سن فوق سن 35 سنة بعد 6 شهور. بينما السيدات فوق عمر 40 سنة تتجوز يوم السبت، يوم الأحد تبقى عند الدكتور تقول له شوف لي فرصي في الحمل إيه. في ستات عايزة تطمن على خصوبتها وعايزين يطمنوا على المخزون بغض النظر، تقوم تروح في أي وقت عشان تعمل تحليل المخزون، لأن تحليل المخزون غير مرتبط بوقت أو عمر. ما هي فحوصات المخزون؟ فحوصات المخزون دي بتختلف من سيدة الأخرى عند نفس العمر الأرقام بتاعتها.
بمعنى ان مخزون المبيض ليس رقما ثابتا عند نفس المرحله العمريه. مش كل الستات اللي سنها 25 سنه هيبقى مخزونهم واحد، مش كل الستات اللي مخزونهم اللي سنهم 30 سنه مخزونهم واحد، لان دي هبه من الله سبحانه وتعالى. في تحاليل دم زي هرمون الاف اس اتش والاي ام اتش، وفي كمان حاجه اسمها انترال فوليكولار كاونت، تمام، الاي اف سي، هي تقسيم السيدات الى ذوات مخزون عادي ومرتفع وقليل، وكل مخزون من دول يترجم الى فرص للسيدات في الحمل. السيدات اللي مخزونهم قليل يجب عليهم الاسراع في البحث عن الحمل، لان فرص الحمل قليله، حيث الوقت عامل مهم جدا في حالات ضعف مخزون المبيض من البويضات، لان ما يفقد من البويضات لا يمكن استعادته. هل هناك ادويه لحالات مخزون المبيض من البويضات؟ هل هناك ادويه؟ يوجد اقوال كثيره يمكن الادويه يمكن استخدامها في حالات مخزون المبيض من البويضات. نوقف الفيديو بعد اذن حضراتكم وترجعوا لي. نوقف الفيديو، هنقف على كده وهنكمل الفيديو ده لاحقا. هلخص بس اللي قلناه، بس هقف عند جمله وارجع الخص اللي قلناه. في النهايه لا يوجد لاي اكل ولا وصفه ولا عقار ولا ادويه، ولا الادويه اللي احنا بنكتبها ولا اللي انا بكتبها، لحالات ضعف مخزون المبيض من البويضات تزيد المخزون ولا تحافظ عليه. بعض هذه الادويه قد ينجح في بعض نادر من السيدات، يعني اديناها ل 100 ست قد تنجح في 10 90 لا، ان تحسن جوده بعض البويضات اللي فاضله. شوف كل شويه هنستخدم التبعيض، ها، يعني ما نبقاش بندي كلام كده، لكن ما فيش حاجة قولا واحدا تزيد المخزون أو تستعيده أو تحافظ عليه أو تخلي الست تنتج بويضات جديدة، وبالتالي ما يفقد من المخزون لا يمكن استعادته، وبالتالي يجب الإسراع قبل أن يفقد المخزون، لأن إذا فقد لا يمكن استرجاعه. مخزون المبيض من البويضات يقل في العادي بمرور الوقت والعمر. السيدات بين ثلاث أقسام، قسم اللي مخزونهم من البويضات عادي وطبيعي، ودول هيبقى فصوبتهم عادية، وزي ما السيدة المتصلة قالت هيبقى فرصهم في الحمل جيدة لحد سن 30 سنة، بعد سن 30 سنة تقل شوية، بعد سن 35 سنة تقل بوضوح، عند سن 40 تقل جدا، وبعض السيدات قد يحملن من المخزون العادي ده عند سن 40 سنة. لكن في 25% من السيدات استثناء من ده مخزونهم بيبقى عالي، فما تجيش واحد تقول لي ايه اللي انتوا بتقولوه ده، انا اعرف واحده عمرها 43 سنه وحملت، وانا اعرف 100,000 واحده عمرها 43 سنه وفشلت في انها تحمل. حضرتك الاستثناء يؤكد القاعده ولا ينفيها، وهذه قاعده واضحه ولا يمكن البناء عليها، فما يجيش واحد يقول لي انا اعرف واحد قريبي كسب شهاده استثمار والجائزه بتاعتها، فانا رحت بقى اشتريت كل فلوس شهادات استثمار عشان هكسب بكره، وغريبه انا ما بكسبش ليه؟ عشان قريب حضرتك ده واحد في المليون، فحضرتك بتتكلم في نسب، فالعادي والطبيعي ان النسب دي لا تصيبك. نيجي بقى ل 25% من السيدات مخزونهم من البويضات بيبقى اقل من المتعارف عليه، وبالتالي سيفقدوا فرصهم في الحمل عند عمر اقل من العمر المعتاد، وبدءا من سن 25 او 20 او 22 او 28 يقل فرصهم في حدوث الحمل، وبعض السيدات قد تنقطع فرصهم في حدوث الحمل تماما، وقد تنقطع الدوره ويذهبوا الى سن ياس مبكر وهم 19 و20 سنه، وعندنا الاف الحالات بمثل هذا، لان في النهايه مخزون المبيض من البويضات هو هبه من الله وعطيه من الله وهو جزء من الرزق، فزي ما الناس ربنا يبارك لهم في رزقهم وأعمارهم، رزقهم كبير وأعمارهم أو صحتهم كتير، في عطية الله لبعض الناس قد تكون أقل من ده، سواء في الصحة أو في العمر أو في المال أو في راحة البال أو في مخزون المبيض من البويضات، فده عامل يؤخذ بعين الاعتبار. الفيديو التاني مدته قد إيه يا جماعة؟ طيب احنا فاضل معانا قد ايه؟ طيب ممكن ناخد اي اتصال؟ اتفضلوا. طيب وبالتالي السيدات التي تبحث عن حمل يجب ان يؤخذ السن بعامل مهم جدا، مش زي السيده المتصله تقول ايه ده هو السن خطر؟ اكن دي معلومه كل السيدات الحقيقه حتى بدون ما يحصلوا على أي درجة علمية ولا أي درجة من العلم عارفين أن السن عامل سلبي وعامل يؤخذ بعين الاعتبار. فزي ما الفيديو كان بيقول كده، السيدات اللي متزوجات وسنهم أقل من 30-35 سنة ما يبحثوش عن الحمل وما يروحوش لدكاترة لما يعدي عليهم سنة،
طب واللي سنها 35 سنه بعد 6 شهور لم يحدث حمل تروح لدكتور تاخر حمل، واللي سنها 40 سنه تذهب في اقرب وقت. ويفضل ان السيدات كلهم في ظل اللي بنشوفه يطمئنن على مخزونهن من البويضات بعمل تحليل لمخزون المبيض من البويضات، وهذا قد يجرى في اي وقت، خاصه لما تكون ست ناويه تؤجل عمليه الارتباط. الكلام ده هناكد عليه في فيديوهات قادمه في حلقات قادمه. انا مش ناويه اتجوز، انا عايزه اسافر، اصلا انا بطله رياضه متفرغه للرياضه بتاعتي، اصلا انا عايزه احضر ماجستير ودكتوراه، اصلا عايزه اسافر بره، طب ده هيعطلني ولا لا عن فرصي في الحمل؟ طب قبل ما تاخدي القرار ده نعرف مخزونك، فنقول لك لا المخزون قليل ده مش قرار سليم، او لا المخزون جيد فعندك براح من الوقت للتعامل بيه. معانا اتصال تليفوني اخر. السلام عليكم. وعليكم السلام. لو سمحت يا دكتور انا عايز اسال سؤال، هي السيده اللي عندها بطن رحم مهاجره وعملها تغذيه رحمي، ده يقلل من التصاق البويضه في الرحم اثناء التنشيط؟ يقال ان من اسباب فرص ان قله فرص السيدات في حدوث الحمل في مريضات البطانه المهاجره ان بيبقى عندهم خلل في بطانه الرحم الداخليه الطبيعيه وفرص التصاق البويضات والاجنه في حالات الحقن المجهري بتبقى قليله، ايوه اقل من المعتاد. المشكله ان الناس كلها بتبص لمرض البطانه المهاجره بتبص له انه مرض في النقط الدمويه اللي احنا بنشوفها او في الاكياس الدمويه. اللي مش قادرين تتخيلوه حضراتكم ان مرض البطانه المهاجره يجب ان ينظر له نظره اكبر من ده. يمكن الواحد احنا في هوجه الكورونا وفي موجه الكورونا فبتسمعوا كتير عن المناعه والخلل المناعي والتاثيرات المناعيه وجهاز المناعه، وانه جهاز لم يكتشف الطب اغواره. يجب النظر لمرض البطانه المهاجره انه مرض مناعي. يعني ايه؟ يعني النقاط الدمويه اللي احنا بنشوفها مش هي دي المشكله، المشكله ان هذه النقاط الدمويه بتهيج مناعه الجسم لمهاجمه هذه المنطقه. فمناعة الجسم تهاجم البويضات فالست تطلع بويضات وما يحصلش حمل، ومناعة الجسم تهاجم الأجنة فالست يبقى عندها أجنة وما يحصلش حمل، ومناعة الجسم تهاجم بطانة الرحم اللي هي المناعة طالعة عايزة تهاجم النقاط الدموية اللي اسمها بطانة الرحم المهاجرة اللي غير طبيعية، هي ما بتعرفش تفرق قوي، فهتهاجم البطانة الطبيعية والغير طبيعية، وبالتالي قد تقلل من فرص حدوث الحمل. عشان كده هو مرض من الأمراض اللي فرص حدوث الحمل معاه بتبقى قليلة وملوش قواعد واضحة، لأنه في خلل في الجهاز المناعي اللي ما فيهوش قواعد واضحة في تعامل الطب معه حتى هذه اللحظة، وحتى هذه اللحظة لا يستطيع الطب أنه يحسن كتير في أداء الجهاز المناعي، لأننا من المناطق الغامضة فوق كل ذي علم عليم التي لم يكتشفها الطب ويستطيع التعامل معها. كل عام وحضراتكم بخير. اليوم هو أول أيام عام جديد، وعام جديد نستبشر فيه خيرا بإذن الله تعالى. وحبيت أعرض لحضراتكم الفيديو ده علّه إنه يحمل هذه البشرة لكل متابعات هذا البرنامج. وتعرفوا عندما يريد الله يريد، ولو بعد حين ولو بعد سنوات ولو عبر آلاف الكيلومترات، كل التحية وكل التقدير لكل أهل الجزائر. ونسمع الفيديو ده او الرساله الصوتيه دي، انا حبيت انها تبقى بالصوت لان لو كنا عرضناها كلام بس كانت ناس كتير هتشكك فيها. لو سمحتم لو الفيديو جاهز نعرضه. اتفضل. رساله الى باعث الامل دكتور العرب السيد عادل فاروق البجاوي. سيدي الدكتور، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. سيدي، من اين ابدا معاناتي؟ من يوم زفافي في سنة 2005 سيدي بدأنا رحلة البحث عن الأولاد. في الحقيقة لم أكن أبدا أتوقع أن نتأخر عن الإنجاب، ولكن بعد مرور سنة بدأنا بالتردد إلى الأطباء، ولم أكن أعرف أي شيء عن أطباء النساء. كنا ندخل العيادة سيدي ثم نستلم ورقة العلاج ونخرج مباشرة للصيدلي ونشتري الدواء وهكذا دواليك، لا فائدة لمدة حوالي 12 سنة. بعدها قررنا عمل حقن مجهري، طبعا بعد تجربة التلقيح الاصطناعي مرتين بدون فائدة. قمنا بعملية الحقن المجهري بتونس وللأسف لم تنجح. ثم قمنا ثانية بإرجاع الأجنة وانتهت بالإجهاض في الثلاث أشهر الأولى. سيدي، كل هذه السنوات ونحن لا نعرف ما هو سبب عدم الحمل،
والأطباء لم يقولوا لنا السبب، إلى أن قررت معرفة السبب بمفردي من خلال الإنترنت. قمت بشراء كراس وقلم، وأصبحت كل يوم أكتب الحصص المذاعة في اليوتيوب في مجال أمراض النساء والتوليد، إلى أن عثرت على دكتور يقال له عادل فاروق البيجاوي، ومن الوهلة الأولى في الحقيقة أعجبني، فقررت ألا أتابع طبيبا آخر غيره. كتبت كل حصصه تقريبا، وبدأت أفهم ما معنى تأخر الحمل وكيفية علاجه. كما قال البيجاوي، هو عبارة عن خطوات عملية علمية صحيحة يتبعها المريض إلى أن يأتي الشفاء من عند الله. وبدأت هنا في مراسلة الدكتور عبر الماسنجر. في الحقيقة لم يقصر ولو مرة، كان يرد في جنح الليل وفي الصباح وفي المساء حسب ما تقتضيه ظروفه. ومع الأيام أيقنت أنه يجب السفر إلى القاهرة لمقابلة الدكتور في العيادة. وبالفعل في يوم الجمعة 12 أفريل 2019 ذهبنا إلى القاهرة. جئنا إلى القاهرة سيدي في صباح يوم السبت. وفي صباح يوم السبت سيدي اتصلنا بالعيادة وقالوا لنا تعالوا على الساعة 9. كنت أظنها 9 صباحا، لكنها أكدت لي أنها 9 ليلا، لأننا هنا سيدي في الجزائر لا نعمل في الليل. ذهبنا في الموعد ودخلنا العيادة، وكانت دهشتي في الاستقبال، استقبلونا بكل فرح وسرور. ولما حان دورنا دخلنا عند الدكتور المساعد، وقام بفرز جميع وثائقنا من التحاليل السابقة. وكان في كل مرة سيدي يسألنا عن التاريخ المرضي ونحن نجيبه. ثم تقدمت الزوجة لعمل التحاليل اللازمة والضرورية، كما عملت أنا كذلك تحليل السائل المنوي. ثم أرسلونا إلى عمل الأشعة بالصبغة مع حقن محلول ملحي للزوجة. فأكملنا كل التحاليل والفحوصات، ثم دخلنا عند الدكتور عادل فاروق البيجاوي، فتحدث معنا ووصف لنا المرض والعلاج. سبحان الله، في بضع دقائق كان كل شيء قد علم، وبقي معنا حوالي ساعة وهو يشرح لنا ما هو المرض وما هو علاجه. وكان يقول دائما الحمل بيد الله. هنا في الجزائر ندخل إلى العيادة ولا مرة جلسنا فوق ال20 دقيقة إلا في حالات نادرة. خرجنا من عند الطبيب وكان كل شيء جاهز، روشتة الدواء وأوراق تصف المرض ومعانيه. رجعنا إلى الجزائر وبدأنا في العلاج. عملنا التنشيط لمدة 3 أشهر، ثم أخذنا شهر راحة، ثم استأنفنا التنشيط لمدة شهرين، وبقي شهر واحد للتنشيط. هنا في الحقيقة بدأت أفكر في الرجوع إلى مصر، وبدأنا في تجهيز أنفسنا لذلك. لكن الدكتور كان رأيه مخالف وأصر على إكمال الشهر الأخير من التنشيط، وكان يشجعنا ويقول أن التبويض ممتاز. عملنا طبعا برأيه وأخذنا التنشيط في هذا الشهر، وكنا ننتظر مجيء الدورة الشهرية لكنها تأخرت بيومين. فعملنا فحص اختبار الحمل المنزلي فطلع موجب. سبحان الله سبحان الله سبحان الله، الزوجة حامل. سارعنا للذهاب إلى المخبر لعمل اختبار حمل رقمي في الدم، فطلعت النتيجة إيجابية، وبشرنا الدكتور البيجاوي وقال أن الحمل من الوهلة الأولى أنه جيد، وكان يعطينا النصائح العلمية الصحيحة، وكنا نتبع نصائحه خطوة بخطوة، حتى أننا عندما نتابع الحمل هنا عند طبيبتنا، وبمجرد الخروج من عندها نراسل الدكتور ونقول له أن الطبيبة قالت كذا وكذا،
فكان يصحح بعض ما قالت ويوافق على البعض. وتم بحمد الله وشكره ومجهود دكتوري الغالي والعزيز والناصح الأمين عادل فاروق البجاوي تم الحمل على خير والمولود ذكر. تصور سيدي أن يوم ولادة الطفل يوم كامل وأنا أبكي وأدعو لك. سيدي الدكتور سيدي الدكتور يقول الرسول صلى الله عليه وسلم لا يشكر الله من لا يشكر الناس. سيدي لن أنسى نصائحك، لن أنسى فضلك، لن أنسى أي شيء قمت به تجاهنا، فشكرا لك وشكرا لعلمك وشكري لن يوافيكم حقكم. شكرا لعطائك الدائم، لقد ملأت بيتنا حبا وحنانا. لقد نورت بيوتنا، لقد نورت بيوتنا بالمولود. شكرا لك دكتور، كما أتقدم بالشكر الجزيل وعظيم الامتنان إلى كل العاملين بالعيادة، وأتذكر السيد المساعد أحمد وأم مروة وشيرين، طبعا أشكرهم كلهم ولا أستثني أحدا منهم. سيدي أريد منك فقط إن قبلت أن تذيع رقم هاتفي لكي أنصح كل من تأخر على الإنجاب بالمجيء إلى العيادة، وأكون دليلا له للوصول إليك. الرقم هو 065-34-27-01. شكرا دكتور، شكرا لمصر التي أنجبت مثلك، وهنيئا لك بهذه المهنة الشريفة التي تحمل مشعلها رغم متاعبها. سيدي أعدك أننا عندما نقرر الخلفة ثانية فسوف طبعا نجيء إلى عيادتك مهما كلفنا الثمن ولو بالقرض، لأننا عرفنا الإنسان المخلص، الإنسان العالم، الإنسان الناصح الأمين. نسأل الله عز وجل أن يجازيكم خير الجزاء، وأن يجعل كل ما قدمتموه لنا في ميزان حسناتكم. حفظكم الله جميعا. سيدي في الأخير أبلغك سلام زوجتي حليمة، وأبلغك سلام ابني بل ابنك عباس عمار، وأبلغك سلام الحار. تحيا مصر ويحيا الدكتور المخلص للدكتور البجاوي من الجزائر السيد عباس رابح، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا أستاذ عباس كلامك غالي ويمس القلوب، وربنا يبارك لحضرتك في المولود ويخليه ويجعله قرة عين والديه وتفرح بيه يا رب. وأنا متشكر لحضرتك جدا على حرارة كلامك وعلى كل ما ذكرت، والشكر موصول لكل أهل الجزائر اللي هذا البرنامج يمثل عندهم شيء كثير، والشكر لله سبحانه وتعالى أن وفقنا أن نكون سببا في إن بيوت تملأ بأطفال، وفضل الله علينا إن ناس ترى الأطفال دي و تجزل لنا الدعاء عن بعد، ولكم مثله. كل التحية وكل التقدير لحضرتك. وأنا بقى اللي أقول لحضرتك إن أنا الحقيقة ذهلت، هو بيقول عن كراسة دخل إلى عيادتي يحمل كراسة مكتوب فيها كل المعلومات اللي بقولها في الحلقات،
ويحفظها عن ظهر قلب، ويستطيع أن يكون دون دراسة طب مؤشر ومعين للمتأخرات عن الحمل على الأقل في الطرق اللي يذهبوا إليها وخطوات العلاج. وبشكر حضرتك على كل ما قلته، وعلى الشكر اللي وجهته لفريق العمل في العيادة. مش هنعرف نكلمهم بقى بعد الكلمتين اللي حضرتك قلتهم دول. وأذكر حضرتك اللي انت ما قلتوش، انه لما خرج من العيادة عندي قال لي احنا محتاجين نعمل ايه تاني، احنا قاعدين في القاهرة اسبوع. قلت له احنا مش محتاجين، خلاص بعد الزيارة دي وبعد الساعة دي خلاص حطينا خطة علاج متكاملة تنفذوها لمدة 6 شهور ان شاء الله تنتهي بحدوث حمل. اذا لم يحدث حمل يبقى لينا عودة اخرى لعمل منظار لبيان سبب وعدم حدوث الحمل. قال لي طب نعمل ايه بقى، فوجهته وده اللي حضرتك تفتكره الى زيارة الاماكن السياحية في القاهرة. ثم وهذه هي النصيحة لكل أهل الجزائر، وجهته إلى الرحلة الساحرة على ضفاف النيل الخالد بين الأقصر وأسوان في الرحلة النيلية، ووصيته أنه هو هيستمتع كثير. وأنا حسيبه يقول لحضراتكم إن شاء الله في رسالة يبعتها قادمة شعوره للإبحار في نيل القاهرة ورؤية الآثار المصرية في الأقصر وأسوان، والتي أدعو كل الإخوة في الجزائر حيث مصر بلد عربي وقريب ومرحبين بكم وكل السياح الجزائر ليروا هذه الرحلة الساحرة وهذه المعالم المبهرة وتاريخ مصر ونيلها الخالد. كل التحية وكل التقدير لحضرتك ولكل كل أهل الجزائر. وهذا هو الأمل الذي نبث في هذه الحلقة في مطلع العام الجديد. إن شاء الله يظل هذا البرنامج حاملا الأمل وحاملا مشعل العلم، ويزيل الخرافة والجهل في كل ما يتعلق بتأخر الحمل. لو سمحتم نشوف صورة الطبيبة رجاء منصور. الشيء بالشيء يذكر، فقدت مصر وفقد العالم العربي وفقدت أمراض النساء والتوليد وفقدت مهنة تأخر الحمل هذه السيدة الفاضلة، هذه الطبيبة البارعة، هذه السيدة التي أيديها البيضاء على كل متأخر في الحمل في الوطن العربي لا تنكر. الدكتورة رجاء منصور توفيت إلى رحمة الله منذ أيام، ويأبى هذا العام أن ينتهي دون أن يحرمنا من أحبائنا. الدكتورة رجاء لم يسعدني الزمان بلقائها شخصيا، كان في أقرب مكان بيننا حوالي 200 متر في إحدى المؤتمرات، لكننا كنا يعني مش قادر أقول أصدقاء لأن هي أكبر من كده بكتير مني يعني في على وسائل التواصل الاجتماعي. الدكتورة رجاء منصور لمن لا يعلم سافرت وهي طبيبة صغيرة إلى الولايات المتحدة الأمريكية، حيث حصلت على دورات متقدمة في علم الإخصاب المساعد وفي ما كان يعرف وقتها بأطفال الأنابيب، ثم عادت إلى مصر لتشارك وتزامل الأستاذ الدكتور أستاذنا وأستاذ الأجيال الأستاذ دكتور محمد أبو الغار في إنشاء أول مركز مصري وعربي وإفريقي وفي الشرق الأوسط لأطفال الأنابيب. هذه السيدة التي تجيد مهنة تأخر الحمل والتي ساعدت الكثيرات على الحمل وفقدت هي، ربنا يحفظ أبناءكم جميعا، ابنها في عمر الظهور والشباب، فكانت صابرة ومتحملة، ربنا يجعل ده في ميزان حسناتها، وعملت خير عمل، أنشأت مدرسة باسمه لتحمل اسمه وتدرس العلم للأطفال، ويجعل ما لقته من مرض في آخر أيامها في ميزان حسناتها. فقدنا الدكتورة رجاء منصور لكنها علم من أعلام تأخر الحمل. كل الدعوات الطيبة لله سبحانه وتعالى أن يغفر لها ويرفع قدرها وينير قبرها. وهذا هو مآل كل من أخلص في عمله وأخلص لعلمه. كل السيدات وكل الآنسات، عام جديد يا رب يبقى عام سعيد. أشكركم، وزي ما نسعد ونستفيد بيكم تكونوا بتسعدوا وتستفيدوا بينا، ويظل معكم العهد والوعد بإذن الله تعالى دايما 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 يفضل لبنا على مر السنين يا رب. بشرة خير.